لذلك راح استخدم الحل الوحيد، راح اهرب من السجن. دقيقة، خلنا اشرح لكم كل شيء من البداية. اسمي فرانكلين، واتوقع اغلبكم يعرفني، عايش حياة طبيعية جدا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، الى ان جاء اليوم اللي طبعا راح فيه مداوم للشغل، ولا فجأة تظهر لي نجمة فوق. يلان ام اللعبة الجلتشات هذه، ولا كالعادة راح يمسكني الشرطي وراح ارجع رسبا في البيت. لكن المشكلة انه يوم ممسكني الشرطي رسبنت في السجن. صباح مرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بندر أو بندرتة، اي ايش ذا؟ اهرب اهرب، ايش سويت؟ ايش ذا الحين هذا؟ السجن مجنون، ايش اللي صاير؟ ايش ذا؟ استغفر الله العظيم. هاي جماعة، تتوقعون ايش اللي يصير لما اضرب شرطي؟ خلى موت ابوه، قتلت شرطي في السجن ولا كأنه اي حاجة صارت، جالسين يجرون، ايش دحن هذا؟ شوف الله، شوفوا الجماعة كلهم يجرون الا واحد معطيها التكية يدخن ولا هامه احد. هاي ايش سويت؟ ما سويت ولا حاجة، طاردني. ابعد، اهرب. ايوه، يعني تبغى حنطفشت والله، تبغى النظام حرب. اثنين عادية، لا اهرب. اهرب والله، ظلم وجاي واحد ثالث جاي. ممكن اجلس؟ اخبار شباب اليوم، اخباركم؟ هذا الحارس ساعدني. هي والله سحب علي. الحارس لا ابغى اضرب هذا، ابغى اضرب الثاني. انا معاك، اضربه. والله سحب علي الحيوان. تعال تسحب علي يا كلب حيوان انت، ايش هذا تبغى هنا؟ ايش تبغى هنا؟ الله يهديك، هذا المكان يعني والله حركات والله. ايش يبغون؟ يهو، لا كلهم قاموا. ايش يا جماعة، والله السجن مرة طفش، لذلك راح استخدم الحل الوحيد، راح اهرب من السجن. طيب يا جماعة، هنا في هذا المكان يقول بريس اي تو اسكيب، لذلك خلنا يعني نهرب. اذا ضغطت اي بخمسة مليون، خلنا نجرب. ضغطت اي، طيب هاي جاني اربع نجام بس ما هربت. ايش هذا النصب؟ نصبوا علي. لا أرجوك. يا رب، إلى الآن ما في أحد يراني. نحاول إن نهرب من السجن، لازم نخطط خطة تمام، بس إلى الآن ما حد يشوفني. أي من هذا يرمي؟ أوف 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 أوف، إيش ده يا رب. لا، طيب خذ أي سيارة. أهرب. والله غصبة لف. يلا ايش ذا؟ انزل خلنا اروح اجيب سيارة ثانية. هاي افتح الباب، وصلنا لنهاية مسدودة. يلا يا شباب، وجدنا طريقة للخروج. يلا
يلا ان شاء الله باقي شويه خلاص اهرب. هربت من السجن يس. يلا يلا لازم افقد الشرطه الان كذا خلاص. بس شباب هربنا من الشرطه يعني الحمد لله خبرتي تجسست وعرفت كل حاجه. بس شباب لا تنسون تعطون لايك. كان معاكم فرانكلين من يوميات مسجون. لا انسى. كان معاكم بندر وبندرته. لا تنسون تقيمون المقطع وتعطون لايك ونشوفكم على خير في امان الله. سلام عليكم.